أهلا بيكم. كلنا بنحس إن إحنا مبسوطين قوي وبنحس بحاجة حلوة قوي لما الناس اللي حوالينا تشكرنا على حاجة حلوة عملناها معاهم، بس النعمة الحقيقية هي إنك تكون ممتن للي حواليك، إنك تكون أنت الفاعل مش المفعول به، إنك تقدر تكون حاسس بالخير والفضل اللي بيقدموا ليك الناس اللي حواليك، إنك تقدر دايما على كلمة شكراً كتر خيرك جزاك الله خيرا، انك تكون مقدر الجميل وفاكره، دي نعمة كبيرة جدا. وانا في نهاية تمرايا بشكر كل اللي ساعدني، من اول اللي كان السبب في الفكرة نفسها انها تنور في دماغي وهو اخويا الصغير علي سليمان، وصاحبة الاسم الرائعة دكتورة اسماء الجندي، واللي ساعدني في مواضيع التمرات وهم كتير قوي، أولهم حبيبتي وصديقتي دكتورة سمية أبو شادي، ورفيقة أحلى الأيام دكتورة دعاء زكريا، وتلميذتي الجودوية غدير، وغيرهم كتير من اللي ممكن أكون نسيتهم أو حتى معرفش اسمهم. وكمان بشكر اللي نوروني بصوتهم وأدائهم، أختي أماني فرماوي، وبناتي نهى القطان وعلياء محروس وملك وائل. بجد بجد أنا ممتنة ليكم كلكم، لأنكم كنتم سبب أن تمرايا تخرج بالشكل ده كل يوم في رمضان. الشكر كمان ليكم أنتم اللي سمعتوني وشجعتوني، مش عارفة أشكركم إزاي بجد، لأنكم كنتم سبب في طاقة إيجابية خرجت من جوايا، كنتم سبب في حاجة حلوة قدرت أن أنا أطلعها. بشكركم، ويا رب يتقبل مننا جميعا ويبعد عننا الرياء والسمعة. وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد، وما تكتروش الكحك عشان صحتكم الغالية، وإلى اللقاء قريب إن شاء الله.